حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج، وصلنا معكم الى فقره سؤال العرفج بصوت الزميل احمد العبد الكريم. قبل ايام دعوت صديقا لزيارتي فقال: ما عندك مشكله ازورك. توقفت كثيرا عند عباره ما عندك مشكله، هل نحن في مركز شرطه؟ لماذا لم يقل يسعدني ويشرفني؟ سؤال العرفج هنا: هل نحن بحاجة إلى إعادة فحص كلامنا وفك البرمجة التي تبرمجنا عليها؟ أنت عندك مشكلة؟ الحمد لله الله يجيب مشاكل، وحتى المشاكل في علم النفس وعلم الطاقة يسمونها تحديات وفرص. ما أتذكر أنا دخلت في مشكلة إلا كانت فرصة من الله لي أن يتحول. الحمد لله. سواء كان دخول السجن، سواء كان دخول في دار الأيتام، سواء كان في إلا سبحان. بس خليني أقول لك، أنا من تقريبا 25 سنة مهتم في اللغويات، حتى أي. بحثي كان content analysis، تحليل مضمون في اللغة. أول ما رحت بريطانيا سكنت في مدينة صغيرة اسمها رامسغيت على حدود فرنسا، يعني لما تكون الدنيا صافية تقدر تشوف أضواء فرنسا. فسكنت عند عجوز، العجوز هذه حكيمة وتستمع أكثر مما تكلم، يعني الله خلق لك إذنين وفم عشان تسمع ضعف، لا هي تسمع أضعاف ما تتكلم. فقالت لي: يا أحمد إيش رأيك بكرة؟ توي طالب لغة جاي أتعلم. قالت لي: إيش رأيك يا أحمد بكرة نروح الحديقة أنا وإنت العصر، تشوف حديقة قريتنا. أنا ذاك الوقت للأمانة أعرف إن كلمة ما عندك مشكلة ما حلوة، بس لغتي على قدي. قلت لها: نو بروبلم، ما في مشكلة. هي ما عجبها الكلام، فمن بكرة أنا استعديت معي شنطتي وزمزميتي وسندويشتي عشان نطلع الحديقة. قلت يلا. قالت لا. قلت إيش؟ قالت: أمس أنت تقول ما عندنا مشكلة، أنا توقعتك تقول يسعدني ويشرفني وتشقق من الفرحة أني أروح الحديقة. ردت الفعل إيه؟ ردت. بس أنت قلت لا عندي مشكلة، حسيت أنه أنت كأنه يعني صراع بين مشكلتين عندك، وما عندك مشكلة أنك تروح. المفردة هذه في السعودية منتشرة، حتى لما تعزم واحد يقول لك ما عندي مشكلة، خلاص أنا مر عليك ما عندك مشكلة. قول يا أخي يسعدني ويشرفني، يسعدني أنبسط، أنا متشقق من الفرحة، ما تقول كذا. هي جات منين؟ زمان لما كنا موظفين لما تطلب إجازة إيش يقول لك؟ لا مانع. لا مانع. لا مانع. يعني كأنه الأصل في الأشياء الموانع، وهذا مو صح. كان مدير ذكي عندنا قال: استمتع بإجازتك يا أخي أحمد، ويوقع. هو الدكتور سعد مصبيح يوقع: استمتع بها. هذا الكلام الصحيح. تحياتنا للدكتور سعد. أي والله تحيات. بس بقول لك على نقطة خلينا نناقشها سريعا لأن الوقت منتهي. يعني أنا معك في المفردة، ودائما استخدام الكلام اللطيف حلو، عندنا مثل يقول لك الملافظ سعد. نعم. لكن السياق نفسه اللي تستخدم فيه ما عندك مشكلة ما هو بنفس المعنى للكلمة يعني. بس هي كلمة مشكلة ما في غيرها إلا مشكلة. إيه؟ أنا قصدي أنه الآن أنت عزمتني، أو أن واحد مرة قال تسلفني، قلت له أبكت إيش قال لي؟ قلت له خلاص طلب مني سلف، قلت له خلاص. قال خلاص أمرك بكرة ما عندك مشكلة، مر أخذ المبلغ. ما عندك مشكلة؟ قلت شكرا جزاك الله خير، راح دراهمي وانت تقول ما عندي مشكلة. طيب نروح عندك مشكلة ناخذ فاصل. أنا ما لن أجل. قل استمتع بالفاصل. استمتع بالفاصل. طيب. لا واشرب شاي بالفاصل. طيب بعد الفاصل نلقاكم.